بتاع المصلحه نتاعو جديده عمرها ولا خدمت، كان مجدينها وممكن كان راح يدشنها سي بومدي. شوفوا كيفاش من طريقه دشنها. Déjà dans un état de coma. Donc il a été placé en sous assistance médicale et on a commencé, on avait fini le 45 jours à Moscou et on a commencé le deuxième période qui allait aussi s'étaler paradoxalement sur 45 jours. جاء أول جاء سي أحمد طالب ساعة دار تقرير، أما الأولى قالوا مرض مجهول ما مش عارفين واش بيه، غيبوبة ولكن مرض مجهول. ولكن الغدوة يوم الأحد 19 نوفمبر جاء قال سي لا بيرسوناليزاسيون دو لا مالادي إي سي لا مالادي دو فالدنشتروم. قال الأطباء الجزائريين والفرنسيين امبوزي الدياغنوستيك وقالوا باللي سي لا مالادي دو فالدنشتروم، دونك المرض تاعو معروف. مالادي دو فالدنشتروم كي بو بروفوكي ان كوما، هي المرضية انا مانيش طبيب انايا ولكن قال تتمس انت الكلوى، تمس الريه، تمس الجلد، تمس كذا، ولكن المخ ما كانوش، ولكن هذه الخطره مست المخ. ويذاع الخبر رسميا، الرئيس وارب مديا في غيبوبه بقاعه الانعاش بمستشفى مصطفى باشا. المواطنون يتسارعون إلى الأبواب، إلى أبواب المستشفى علهم يستطيعون المساعدة وتقديم المساعدة في إنقاذ حياة الرئيس. في الوطن تلغرافات التعاطف تتساقط على قاعات التحرير، على الرئاسة، على المستشفى، والمواطنون يصرحون بأنهم يريدون الشفاء العاجل للرئيس هواري بومدين. في العالم صفحات الجرائد العالمية تتصدرها صور الرئيس والقول بأن الرئيس ربما هي هذه المرة رحلة الموت. في كل الحالات هذه المرة هذا الحدث لا يصبح حدثا ثانويا بل يأخذ الصدارة. الرئيس رئيس الجزائر مريض وقد تكون هذه آخر مرة سيتحدث فيها عن الرجل كمريض. حسيت بحزن عميق بعد ما فجئنا بالمرض أخ الرئيس هواري بومدين، والحاجة اللي ما كناش نتوقع فيها بعد اللي قالوا كان في الاتحاد السوفيتي وبعد سمعنا المرض تاعه. على كل حال نتمنى له الشفاء العاجل يرجع للوطن، ونطلبوا للرئيس الدولة تاعنا الشفاء العاجل باهي يزيد يبني البلاد تاعنا. الجزائر صبح الدولة عالية في العالم، صبح الدولة الشعب تاعها عايش بالفانتازي، عايش تهون عليه بزاف ونغبن عليه بزاف والفرحة كثر اللي فرحنا بيه نهار اللي خلط من موسكو. العشية ما تعشيناش بالفرحة وبكينا بالدمعة بيا بالعائلة تاعي بكل إخواني الجزائريين. واليوم نتمناو له الشفاء العاجل، واليوم نتمناو له يكون مريح، ما نريحوش غير نهار اللي نسمعوا بيه باللي يكون مريح. فين جاتني كل جاتنا محسوب كل خلعة، خلعنا عليه بزاف و ستادير ما جبناش كيفاش نديرو باش احنا بروحنا كنجبرو حنايا نروحو نداووه ونبروه باش الرئيس تاعنا يرجع لنا البلاد. من النهار الاول قال نعيطوا مثل الطب، نستدعوا الطلبه كل يعني اكبر يعني طبيب في العالم يجي. وهنا فهمت ثاني للتاريخ الانسان يقولها، ما كانش مريض اللي داروا حوله عدد يعني مثل الضخم نتاع يعني الاطباء، اشهر اطباء في العالم عمرها ما صارت في العالم. تلاقاو فهمت اطباء في المؤتمرات، تلاقاو فهمت في ملتقيات، ولكن عمرهم ولا تلاقاو فهمت عارف يعني على راس مريض كما فهمت الرئيس بومدين. يوم 26 رحت كما العاده
قعدت حتى بعد 12 تاع الليل. كان نتذكر مليح كان دكتور بوجلاب موجود تما، وكان الدكتور غلازير هو اللي كان باسكو سيتي دي زيكيب تورنونت، كانوا متراك عارف 24 ساعه على 24 ساعه يخدموا يداولوا. كان غلازير ني شاف الدكتور غلازير من فرنسا بروفيسور غلازير، سقسيته قلت له واش الحاله؟ ني شاف عليه قال لي سي با بريون، قال لي سني با بريون. طيب جيت ماش خرجت من بعد شفت الدكتور بوجلاب شفته وقال لي الحاله ما تعجبش، قال لي الحاله ما تعجبش، قال لي ما نعرف العلم لله ولكن الحاله ما تعجبش. قلت له شوف انا نروح ريح شويه باش نتغدى صباح، قلت له نوض شويه بكري، قلت له نروح ريح شويه بصح يحدث اي شيء كلمني. وصلت للدار ما غير كي رقدت واحد وقيله واحد ساعتين ولا ثلاثه و55 دقيقه يصوني تليفون عرفتها، حكيت اذا كانت نتكلموني فهمتها عرفتها. قبل ما يتكلم الدكتور، كان الدكتور سي عمر بجلاب هو اللي فهمت الخط، قبل ما يتكلم قلت له وقيله قال لي الله اكبر. وفي ذلك 27 من ديسمبر ومع الخيوط الأولى لذلك اليوم أصبح الجزائريون على جزائر أخرى. لقد مات الرئيس هواري بومدين، وبقيت التساؤلات كثيرة تتكاثر حول الجزائر. هل ستبقى صامدة؟ هل ستنفجر قيادة البلاد؟ ماذا سيكون رد الفعل في الشارع الجزائري؟ تساؤلات الأحداث بعدها أجابت. طبقا للمادة 717 من الدستور التي تنص على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. بناء على التقرير الطبي المودع من طرف اللجنة الطبية الخاصة بتاريخ 27 ديسمبر 1978، بناء على شهادة إثبات الوفاة المودعة بتاريخ 27 ديسمبر 1978، يثبت المجلس الشعبي الوطني حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، يعلن تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور ابتداء من اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 1978 التي تنص على أن يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 45 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية. أيتها الأخوات أيها الإخوة، أعلمكم أن رئيس الدولة سيلقي خطابا، فليتفضل. أيها الإخوة، ها أنتم قد أثبتتم شهور منصوص عليه في المادة 117 من الدستور، وأعلنتم عن تطبيق الأحكام الدستورية المترتبة عن هذه المادة. Parmi les premières actions, ça a été immédiatement de dépêcher une équipe de protection pour prendre en charge le président. Par intérim de l'État, c'est Rabih Bitat. Et on a appelé, j'ai appelé le personnel, et je leur ai dit celui qui veut pleurer, il a un quart d'heure pour pleurer, et après il va se mettre en tenue parce que demain matin, le service de l'État continue. Quand nous avons appris que le président Wali Boumediene
était gravement malade. Depuis ce jour, nous ne dormons pas bien au Bénin. جئت إلى الجزائر اليوم وأنا أحمل معي كل مشاعر الألم التي يحملها كل مواطن في سوريا نتيجة لرحيل الرئيس الصديق والأخ العزيز الرئيس هواري بومدين. فلقد رحل فارس كبير من فرسان هذه الأمة العربية الذين وقفوا ببطولة وشجاعة وشرف يدافعون ليس عن الجزائر فقط ولكن عن كل الأمة العربية. Vous savez, le président Boumédienne n'appartenait pas seulement à l'Algérie. Il appartenait à l'Afrique tout entière et il appartenait au monde et spécialement à ce tiers monde dont il voulait inlassablement la promotion par les initiatives hardies dans tous les domaines et que vous savez. Pour nous, la personnalité du président Boumédienne était un des grands leaders du monde et son départ est pour nous, aussi pour nous et pour le monde, un grand père. جاء يوم الوداع الأخير وودع الرجل كما يودع الشهداء بزغاريد جميلات الجزائر. في ذلك اليوم 29 من ديسمبر 78 ودع الشعب الرئيس توديعا لا تصفه لغة. لقد أحس الشعب كما لا يحس سواه بأنه ودع رجلا ومشروعا، بل ودع جزائر غير تلك التي سيحياها بعد بومدين. Quand un grand de cette dimension part, il y a aussi beaucoup de gens qui retrouvent une certaine liberté. Mais le peuple, lui, seul, sait ce qu'il a perdu. Et je me souviens de scènes. Ou des vieilles femmes ou des gens humbles, parce que c'est ceux-là qui font le peuple. Ra'alina bebat zawalin.
كان الشبان يعيطوا كونوا رجال يا عبد المجيد، قال لي كونوا رجال. هذيك راهي مازالت هنايا في مطرقعة ما ننساهاش ابدا، يبكي ويعيط ويقول لي كونوا رجال. هذا ما استطعنا تجميعه لحد الآن حول الساعات الأخيرة للرئيس هواري بومدين. هواري بومدين يبقى ورشة مفتوحة لكل بناء جديد، ولما يقرر رفقاء الرئيس الحديث والتصريح وفتح قلوبهم للأجيال الصاعدة ستكون حصصنا أكثر ثراء وأكثر وفاء. والقضية قضية رجال صحيح، القضية هي قضية نتاع رجال. والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل نتاع رجال، مشكل نتاع رجال. اختيار الرجال حتى نكون صريحين، يعني هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا نقول إذا كان قلنا نعم نكونوا غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة في هذا البلاد، أن لا سيدة في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. أن لا سيدة في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج وعمرنا ولا كنا راضيين، ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأن نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. صح المشاكل بيننا احنا كجزائر موالفين الرجال، على كل حال نحلوا مشاكلنا، كعرف نحلوا مشاكلنا بالزروطة اذا كان لازم الحل، ولكن نحلوها بيناتنا. نعم احنا حاولنا باش نهتم بالفلاح، حاولنا باش نهتم بالفلاح، ما قلنا لوش باللي رانا سيادك ولا نحن امراء عليك، ما قلناش بأننا احنا أمراء على هذا الشعب، قلنا باللي رانا خارجين من وسط هذا الشعب، ونعرف المشاكل نتاعو، ونعرف الصعوبات نتاعو، ونعرف الإحساسات نتاعو، ونعرف الشعور نتاعو. فلهذا نحن أبناء شعب، ونحن في خدمة هذا الشعب لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. وهل هناك أيها الإخوة أحسن من إرادة الشباب؟ وهل هناك أصلب وأقدر من إرادة الشباب لقهر الصحراء ولقهر مثل المشاكل التي عشتموها أثناء بنائكم هذا الطريق؟ نستطيع أن نقول بين البلاد بخير، بين البلاد بخير، والثورة بخير، ما دمنا نشاهد في هذا البلد وفي جميع الجهات انتاع هذا الوطن مثل هذا الوجوه ومثل هذا الزنود القوية والإرادات التي تعمل وتبني وتنجز. شعارها ثورة من الشعب
وفي فائدة الشعب. وانا نذكر دائما تعليق تاع واحد من الإخوة المجاهدين في الماضي في سنة 56 عندما فوجئنا جميعا، قال كنا باغيين نعملوا ثورة، الشعب عمل لنا عرس. الشعب عمل لنا عرس معناه افتح الديار نتاعو وخرج الزرابة نتاعو ولا خرج الحصائر نتاعو، كل شيء. قال يا مجاهدين تفضلوا، هذا كل وما أكسب فهو على كل حال تحت تصرف الثورة. وليست ثورة عائلة مالكة، الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، خدامين أحزاب. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبة، ما فيش مراقبة، ما فيش، أقصد المراقبة الإدارية، ما كانش عندنا إدارة كما راه موجودة اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الورشنيس وهز شكارة نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. شكارة نتاع الدراهم. هذا الجانب كان جانب مهم، وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة، الثقة بين المجاهدين كمجموعة اللي تعتبر المصير نتاعها واحد، الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذن كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. الشيء اللي خدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا ننتسب إلى جيل، لأننا قدنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا ما ننساهمش أبدا. وعارفين بأن هذوك اللي ماتوا، عارفين بأن هذوك اللي ماتوا هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. Il faut qu'on retrouve ce grand peuple, la carafe des grands moments, pour défendre sa patrie, pour défendre sa révolution. باش يدافع على الشرف كذلك نتاع يعني روح الانهزامية ما خصهاش تكون الصفوف نتاعنا ابدا. نوع من التحدي. الثورة الجزائرية ما تقدرش تقف على كل حال مكتوفة الايدي. ما تقدرش تسكت، ما تقدرش تحط راسها. ما تقدرش تكون دليلة. ما كانش ولا تكون النهاية نتاعها. Ce peuple est trop orgueilleux pour baisser la tête. Qu'en chien il veut.